أكثر حاجة سنة عند الموت، شعوره لربي، مين كان؟ لا إله إلا الله، على
كشف سنة. وكذلك يا إخواني غدا هو العيد، وبعد العيد جي أيام التشريق. استمتع العيد وأيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد، أيام يستحب فيها التكبير، لأنها أيام تكبير وتهبير وإطعام والصلاة. عيد الأضحى كبر ربي صدق تصدق إلى غير ذلك، هذا هو العيد. قال سبحانه عز وجل: واذكر الله في أيام معدودات. هذه الأيام هي ثلاثة أيام تشريق عليها، والأيام المعلومات هي أيام العشر السابقة. تقول أيام معلومات هي العشر أيام من الحجر، والمعدودات هي الأيام بعد يعني العيد. ويبدأ التكبير من يوم عيد الأضحى إلى عصر يوم الرابع من أيام العيد، يعني بعد الصديق. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. وكبروا هذه المدينة، ربي يكبر الغريب كبره، يكبر وحده، وكل ما تكبر يعطيك كونترول تاعك، يعطيك شيك. قول الله أكبر عند الراسين، لا إله إلا الله، خاطر لأنها هي يحب ربي يكبر اسمه عز وجل، سماها أيام معدودات. وكذلك عند الحجاج هم الذي فهم أنا طور من عشرة إلى بيت قاعدين كلهم وسواء أنا شخص من تربية فمسة جمعة أنا وقت كل يحطوا صلاة بتاع يعني عارفة يعني الخطبة اللي عندها مثلا الظهر والعصر سر وجمع يمشي عارفة يجي ياخذ السنة السنة في رحمة ربي. إذا يقول كذلك على الحجاج بعد رمي جبل العقبة إذا رمى جبل العقبة الحاج وحلق يقرأ قال يقطع تاليه ثم يكبر يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لك الحمد. وهذه ما قلناها عمناه وقلناها وفيها قصه ما معنى الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وما معنى الله اكبر الله اكبر لله الحمد. هذا التكبير والقائل عشان كبر بعده على شكر الله عليه بهذه على المعدودات لربهم كبروا فيها يقول هو احياء لذكرى سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتجديد صورة البدر وإرضاء الخالق وحسن الروح على المولى عز وجل. نعرف قصة حيوانين إسماعيل، كيفاش الله قضى ربي، كيفاش أنا أقبض الغربان، كيفاش الله أحكم ربي، لا جدال لا نقاش، حتى يشاور منه قالوا يا بني إني أرى في المنام أني أتبعك وأنظر ما أرى. ما قالش تتبعني ولد ابن نبي تتبعني لما تمشي قاتل لما تمشي جاهل باش تتبعهم. يحب يرى صبر اسماعيل باش تزيدوا اش كنت تقول لابن البار يا ابني افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر من عند الله ستجدني ان شاء الله من الصالحين رب صبرنا جميعا ان شاء الله. قال والله اكبر هي كلمه اول ما كلف الله عز وجل بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم اول ما كلفه مش عارفين رساله قال يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر قم اي طلب انه جاء الى الله تنزل يعني ما عندك يا الله لو دخول تحت رايته هو البعد عن محارمه مش كله كله لا اله الا الله مش كله كله لا اله الا الله لا مسلم فوق الخطاب هي العقل لا اله الا الله ليس لا اله الا الله. نوح عليه السلام سمع السلام قال انت قول لا لا نقول ولا ايش خاطر عارفين شو بعرف عارفين شو وراء لا اله الا الله كانوا مشتاقوا اكلوا السور تاع الموت على السلام وش شي فيه يطبقوا اما اذا قلت له لا لا هو بيسمع خبر ما يخافش يسمع القران قال لي اخاف الله رب العالمين لكن عاصم نحن كلنا نقول لا اله الا الله، كلنا نشاهد، كلنا نعرف عمان، خطر لكن عمان كلها تغرب، كلها تغرب في نفسي، في العباد، في معاملتي مع زوجي، مع اولادي، مع الشعب، مع الدنيا، مع الدولة مش كلها، يضحك الحال، الدنيا مش كلها، الناس يعرفوا قرار ما عندهمش، الكذب والكتيب، الحاج ما يدوم الكذب، هو ما عندوش، هو الناس اللي يضحك الناس، شحالهم؟ كانوا يصلوا في السنيان ولا في الدرسنيان رفع جزء من 50 درهم ولا 200 درهم ولا 500 درهم لا مش عارف هو فقير هو حكى في الناس
مشكلة موت اللي عندي يعني مشكلة قال يعني شباب وكل شيء ما يدوم مدرك لا خلاف هذا النظام ناس كفاح ربي ينسى ينسى بعض فهم بس إيه واحد بس النظام على عباد الله لا يثمر لك الحرام ما يدوم وإن دام لا يبقى الحياة تحس عليه والحرام تعاقب عليه مش كذا إذا قال ربي يا أيها المدثر قم فنادر وربك فكبر إذا كلمة الله أكبر شرعها سبحانه وتعالى وكررها سيد الله أكبر ربي عز وجل جعل في الأنام جعل في الصلاة وسيمهما عند ذبح كل حاجة ترى بصدق الله أكبر قال لتكون كلمة الله أكبر أشبه بدقائق الساعة الله أكبر أنا لا أعلم في جوز لكن ظهر من أشهر رشيد فيها مسير بل خطين فيها كرماء بعد الطيب وبدي ماشي 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 في الجزائر بعد في المغرب بعد يعني 24 ساعة لا تبقى يتخاف من تحت صوت رب العالمين السماء 24 ساعة للنهار بين عام النهار وفي أمريكا على الريف فلان مسلمين ولا 24 ساعة كل العمر تحت القمر إذا قال تقول أنا أشهد لقاء الساعة تنبه عباد الله تذكر بحقوق الله تنادي بالرجوع إلى الله بجلاله وعظمته وسلطانه وقدرته حتى تثمر ثمرتها التي أراد الله لنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وسيبلته اللهم صل على السلام وعلى أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومدد كلماتك كل ما لك وكتاب التكبيرون وغفر عنك كلمه الغافلون سبحانك اللهم رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هناك ناس من يخشى الشيخ بجد ربي يعني توجيه تقول الانسان بوعد صلى الله عليه وسلم سبحان الله اشتق ربي شيء يقرا شيء يقرا شيء يقرا مع التليفون التلفزه الجيران اخويا عندنا صدقه سريعه احرص باش تلقى تصليها انت في ميزانيتك وما تسكتش. اقراها هذه وطبقها تستاهل 14 15 احنا صبناها في الصغير وهم اللي في الفعل الكبير قلت صبحي بدي الكعبه الثاني قال لي اخويا هذا اللي صورها هو اللي بعدها يرجع اللي صاحبي يقرا باش يصور من عقل بدي الكعبه وتو صورها خلي صوروا من عقل بس كل شهر اخويا صلاه الليله راهي هديه احسن عمل تقدم في عام كامل حتى في عمر كامل يدخل ربي بالاخص الليله للعين وبالاخص الليله الاضحى وفهم كبير وتسليم